السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صانع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وجولة جديدة وعروض بند الأسبوعية القوية جدا، عروض نصف السعر وأكثر من نصف السعر في كل فروع باندا وهايبر باندا في السعودية. ولكن في البداية كده نبدأ مع بعضينا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله دايما في كل فيديوهاتنا، النهاردة هنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أتمنى الناس كلها تقول معنا الذكر ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ بقى الجولة مع بعضينا. وهنشوف طبعا عروض في كل الأقسام، المواد الغذائية الأساسية، وهنشوف كمان اللحوم والألبان والمشروبات والدجاج. وزي كل أسبوع كده بنعمل جولة شاملة، ويلا بقى بينا نشوف عروض باندا هذا الأسبوع اللي هي بتكون من يوم 24/7 إلى يوم 30/7 لمدة أسبوع، من يوم الأربعاء إلى يوم الثلاثاء أو حتى نفاذ الكمية. يلا بقى بينا نشوف عروض باندا هذا الأسبوع. هنشوف مع بعضينا بقى عروض البطاطس المقلية المجمدة جاهزة للقلي على طول، وأسعارها بقت يعني غالية جدا. شايفين بطاطس سادية اللي هي 2 كيلو ونص نازلة ب26 بدلا من 32. يعني لو انتوا فاكرين دي كانت بتنزل ب12 ريال، كانت بتنزل 10 ريال 14 ريال، نازلة النهاردة 26 ريال بدلا من 32 ريال اللي هي 2 كيلو ونص سادية. كمان هنشوف البطاطس اللي هي لامبويستون دي بقى فيه منها انواع كتيرة جدا. انا عن نفسي بتوه فيها، ما اعرفش اميز بينها. في نوع هنا بطاطس للقلي مقرمشة 2 كيلو ونص لامبويستون نازلة من 40 ل33 ريال اللي هي 2 كيلو ونص. في نوع برضو هنا بطاطس لامبويستون برضو نوع تاني مكتوب عليه هاش براونز ده نازل الكيلو ب20 بدلا من 22 ونص. حد يوضح لنا في التعليقات يا جماعة. في هنا كمان نوع تاني برضو هنا بطاطس مقرمشة اكثر نازل 2 كيلو ونص هنا من 54 نازل 45 ريال. في البطاطس العادية بقى انا عرفتها يعني ان هي الاقل سعرا، بطاطس للقلي 9×9 لامبويستون دي 2 كيلو ونص نازلة من 31 ل22 ريال. 22 ريال يعتبر ده اقل سعر، 22 ريال. كمان من عروض البطاطس المجمدة المقلية دي بطاطس السعودية برضو 2 كيلو ونص. في نوعين منها، في ويدكز وفي كروكيت. المهم طبعا الاثنين نفس الحجم 2 كيلو ونص نازلين ب35 ريال بدلا من 43 ريال. الاثنين نازلين ب35 ريال، ولكن دي طبعا سعرها اغلى لانها نازله من 44 ل35. دي نازله اللي هي الويدكز دي نازله من 36 ل35، لكن سعر العرض موحد 35 ريال والحجم موحد 2 كيلو ونص والشركه واحده السعوديه. عروض البطاطس للقلي امريكانا بقى دي يعني تعتبر يعني اقل سعرا، 2 كيلو ونص نازله من 29 ل 19 ريال 95 هللة. 19 ريال 95 هللة اللي هي امريكانا 2 كيلو ونص. شفنا لامبويستون 22 او 23، وشفنا ساديا 26، وشفنا السعودية 35. طبعا يعني امريكانا يعتبر اقل سعرا 20 ريال. عروض البامية المجمدة، نشوف عروض البامية المجمدة في داري. طبعا البامية المجمدة التانية بقت اسعارها غالية جدا الفترة الاخيرة دي. يعني عندنا هنا داري الاتنين نازلين من كام؟ نازلين من 20 ونص او من 23. هي في كذا نوع، يعني في بامية مجمدة اكسترا داري، اكسترا نازل الاتنين حبة من 23 ل17 ريال، الواحدة ب8 ونص، الكيس الواحد 400 جرام. في كمان اللي هو بامية مجمدة زيرو داري برضو 400 جرام نازل الاتنين حبة من 20 ونص ل18 ريال او ل17 ريال. يعني سواء زيرو او اكسترا الاتنين حبة الكيس 400 نازل ب17 ريال.
كمان في هنا بامية زيرو وسادية 400 جرام الاثنين حبة ب20.5، يعني الواحد ب10.25. طبعا يعني أسعار برضو غالية. عروض الخضار المشكل المجمد في داري 400 جرام الاثنين حبة ب8 ريال بدلا من 14 ريال. خضار أو خضروات مشكلة داري الكيس الواحد 400 جرام نازل 2 حبة 8 ريال يعني الواحد ب4 ريال. كمان في اللي هو 900 جرام برضو داري نازل 900 جرام ده نازل من 15.5 ل 12 ريال. كمان في فاصوليا خضراء مجمدة داري، فاصوليا خضراء مجمدة داري 3 حبات نازلين من 21 ل 10 ريال، ده عرض نصف السعر. من 20 ل 85 هلل ل 10 ريال الثلاث حبات الواحد 400 جرام. كمان في سيارة فاصوليا خضراء مقطعة سيارة 400 جرام الاثنين حبة ب 12 بدلا من 17 يعني الواحد 6 ريال. في كمان خضار مشكل او بازلاء النوع اللي قدامنا ده الكيس اللي قدامنا ده نازل واحد زي الواحد ب 10 ريال يعني الكيس ب 5 ريال. كمان من عروض الخضروات المشكلة المجمدة في السنبلة، منتجات السنبلة، السنبلة كل انواع السنبلة اللي هي 400 جرام الاثنين حبة ب 15 يعني الواحد ب 7.5 بدلا من 19 ريال. الاثنين الواحد 400 جرام ب 15. كل الانواع خضار مشكل بازلاء، بازلاء وجزر كل الانواع الاثنين حبة ب 15 ريال. كمان في هنا خضار مشكل مجمد مع الذرة او بازلاء سادية الكيس 900 جرام الاثنين حبة ب 26 بدلا من 35 يعني الكيس هنا ب 13 ريال والحجم بتاعه 900 جرام. كمان هنا في خضروات مشكلة مع ذرة اللي هو العملاق الاخضر 450 جرام ب 10 ريال. العملاق الاخضر دايما سعره بيكون غالي. في كمان خضروات مشكلة امريكانا اللي هي 450 جرام الاثنين حبة 14 بدلا من 21 يعني الكيس هنا ب 7 ريال. طبعا انتوا شايفين برضه يا جماعة الاسعار غير كل اسبوع يعني اسعار غالية. الملوخية المجمدة، ملوخية مجمدة داري وده أفضل عرض، 3 حبات الواحد 400 جرام نازل من 19.5 ل 10 ريال. عروض ال 10 ريال عروض النصف نصف السعر هو أفضل عرض طبعا على ملوخية مجمدة داري الواحد 400 جرام 3 حبات 10 ريال بدلا من 19.5. فيها تلاقي كمان أمريكانا الواحد 400 جرام الاتنين حبة ب 10 ريال بدلا من 14 ريال. أمريكانا في كمان السنبلة، السنبلة الاتنين حبة ب 11 ريال بدلا من 16.5. السنبلة في نوعين، في نوع ملوخية مع التقلية او ملوخية عادية الاثنين هو نفس السعر، نفس السعر 11 ريال يعني الواحد ب 5.5. افضل عرض اللي هو داري الثلاث حبات ب 10 ريال. عروض الذرة، وهنا طبعا عروض الذرة نازلة على سادية، دورة سادية اللي هي 450 جرام الحبتين ب 16 بدلا من 21 الكيس الواحد 450 جرام يعني الكيس نازل ب 8 ريال. الاثنين ب 16 بدلا من 21. كمان في دورة العملاق الاخضر الكيس 453 جرام نازل ب 10 ريال بدلا من 16 ريال. كمان في العملاق الاخضر 1 كيلو، 1 كيلو نازل من 29 ل 19 ريال يعني تخفيض 10 ريال. يعني في العملاق الاخضر نازل 1 كيلو 19 وفي 453 ب 10 ريال، وسادية الاثنين الواحد 450 جرام نازل 16 بدلا من 21. في كمان الاكواز الكاملة، اكواز ذرة العملاق الاخضر الكيس 1300 جرام نازل من 39.5 ل 26 ريال 26 ريال. في كمان اكواز كاملة داري، اكواز كامل داري الكيس 1 كيلو نازل 12 بدلا من 15.5 12 بدلا من 15.5. دي عروض الذرة سواء اكواز كاملة او حب الذرة. عروض الفواكه المجمدة، عروض الفواكه المجمدة هنشوف التوت شركة السنبلة، في توت ازرق الكيس 350 جرام نازل ب 21.5 بدلا من 31 ريال. كمان في التوت الاسود 350 جرام برضو الكيس نازل من 31 ل 21.5 اللي هو الاسود. التوت الاحمر نازل من 33 ل 21.5 برضو نفس الحجم 350 جرام.
في اناناس، الاناناس ده 400 جرام الكيس نازل من 20 ل 17 ريال. كمان في انواع تانية من التوت، توت اوسويا 400 جرام، شركة اوسويا نازل من 33، ده 400 جرام، من 33 نازل 24 ريال. كمان برضو نفس الشركة في توت بري وتوت متنوع يعني كذا نوع 400 جرام برضو نازل ب 24 ريال بدلا من 33 ريال. في بقى منتجات اللي هي شركة داري فواكه مجمدة برضو، التوت الأزرق أو القرز أو التوت اللي هو المشكل ده نازل الكيس 1+1، الكيس طبعا 350 جرام، نازل 1+1 بدلا من 42 20 ريال. كل اللي هو داري سواء التوت الاسود هو او القرز او التوت الازرق او التوت الاحمر مع القرز مع التوت الازرق والاسود، الاتنين كيس ب 20 ريال. كمان عروض الفواكه المجمده، في كمان هنا لب الجوافه، لب الجوافه مونتانا 1 كيلو، الكيس 1 كيلو يعني، الاثنين حبه نازلين ب 16 بدلا من 30 ريال، مونتانا جوافه. في كمان هنا لب المانجا مونتانا برضو الكيس 1 كيلو، الاثنين كيس ب 23 بدلا من 30، 23 الاثنين. في كمان الفراوله، الفراوله الاثنين كيس، الكيس الواحد كيلو نازل ب 16 ريال بدلا من 26 ريال، 16 ريال يعني الكيس ب 8 ريال. داري مونتانا، مونتانا مش داري، داري مش نازل عليه عرض، نازل على مونتانا. عروض كمان هنا لب الافوكادو داري 454 جرام نازل من 33 وربع ل 21 ونص اللي هو الافوكادو. كمان من العروض الحلوه اللي نازله في بند يا جماعه عروض على الايس كريم، ايس كريم السعوديه اللي هو ال 2 لتر، ال 2 لتر نازل من 35 وربع ل 20 ريال او 19 ريال 95 هلله، في اللي هو الفانيليا وفي الشوكولاته وفي الفراوله، ال 2 لتر نازل ب 20 بدلا من 35 وربع. عروض الايس كريم في بند هذا الاسبوع. كمان من عروض الايس كريم في بند في عرض على ايس كريم فانيليا عائلي 500 مللي، ال 2 حبه ب 10 ريال اللي هو باسم الامل، الامل في اللي هو الفانيليا الواحد 500 مللي نازل الاثنين حبه يعني الواحد لتر نازل، ولكن طبعا بيجوا اثنين 10 ريال بدلا من 17 ريال. في بالشوكولاته برضو، في بالشوكولاته وفي بالفانيليا اللي هو الامل، الاثنين حبه نازلين ب 10 ريال. في كمان برضو من عروض الايس كريم في ايس كريم النوع اللي قدامنا ده، ده نازل 1 لتر ده نازل من 3 من 42 وربع ل 26 ل 27 ريال. في انواع تانية كتير برضه ولكن طبعا دول افضل الى نوع. عروض الذرة المعلبة، عروض الذرة المعلبة في باندا، في ذرة اللي هي باسم باندا اللي هي 180 جرام 2+1 مجانا يعني الثلاث حبات ب 9 ريال بدلا من 13.5، 9 ريال بدلا من 13.5 ذره باندا معلبه 180 جرام. في كمان ذره امريكانا، ذره امريكانا 200 جرام الثلاث حبات نازله 9 ريال بدلا من 10.5 اللي هي امريكانا، وفي امريكانا 400 جرام الاثنين حبه ب 8 ريال بدلا من 9 ريال اللي هي 400 جرام الاثنين حبه 8 ريال. طبعا العرض القوي جدا وعرض نصف السعر اللي هو ذرة جودي، ذرة جودي 150 جرام الاربع حبات ب 11 ريال بدلا من 20 ريال، ذرة كاملة ذهبية جودي الواحدة 150 جرام الاربع حبات 10 ريال 95 هللة بدلا من 19 80 هللة يعني يعتبر نصف السعر. في كمان عروض على ذرة العملاق الاخضر، العملاق الاخضر ده دايما بيكون سعره غالي لانه طبعا بدون سكر مضاف، الحجم الكبير اللي هو 340 جرام الحبه الواحده نازله من 9.5 ل 7 ريال 95 هلله، في اللي هو الحجم 198 جرام، 198 جرام الاثنين حبه نازلين ب 13.5 بدلا من 16 ريال. دي بقى كل عروض الذرة المعلبه.
عروض الفول المدمس المعلب، في فول مدمس سادة أمريكانا الواحدة 400 جرام، الاتنين حبة 8 ريال بدلا من 9 ريال، اللي هي أمريكانا سادة. في كمان باندا، فول مدمس باندا، فول مدمس باندا بالخلطة، بالخلطة متنوع، نازل الواحدة 450 جرام، نازل الأربعة، الأربعة 10 ريال بدلا من 20 ريال، 10 ريال الأربعة. كمان من عروض الفول المدمس المعلب، في فول مدمس طبعا حدائق كاليفورنيا، حدائق كاليفورنيا 450 جرام، نازل الثلاث حبات 10 ريال بدلا من 20 ريال 85 هلل، يعني يعتبر عرض نصف السعر، ثلاث حبات 10 ريال، حدائق كاليفورنيا اللي هي بالخلطات، بالخلطات كله ده حدائق كاليفورنيا. دي طبعا عروض الفول المدمس المعلب في بند هذا الاسبوع. عروض الحمص المعلب، في حمص الجميل 560 جرام، الاثنين حبه نازلين من 14 ريال ل 12 ريال، واحد زائد واحد. كمان في هنا حمص حب، حمص حب اطلس 580 جرام، 580 جرام، نازل واحد زائد واحد مجانا، بدلا من 15 نازل 7.5 اللي هو اطلس. في كمان الطائي، في حمص الطائي معلب، نازل الاثنين حبة بدلا من 13 10 ريال، 10 ريال. طبعا افضل نوع نازل وافضل سعر اللي هو حمص اطلس، ده نازل واحد زائد واحد مجانا بدلا من 15 نازل 7.5. في كمان هنا حمص امريكانا، الاثنين حبة من 9 ريال نازل 8 ريال، الواحدة 400 جرام، حمص امريكانا افضل طبعا نوع زي ما قلنا اللي هو اطلس. عروض الفاصوليا المعلبة، في فاصوليا بالطماطم لونة، ثلاث حبات نازلين، الواحدة 400 جرام، الثلاث حبات 12 ريال بدلا من 13.5، يعني الواحدة 4 ريال. كمان في فاصوليا حمراء حدائق كاليفورنيا، الاثنين حبة، الواحدة 400 جرام بدلا من 15 10 ريال، عروض ال 10 ريال. فاصوليا مطبوخة حدائق كاليفورنيا، الاثنين حبة من 11 ريال ل 9.5، 420 جرام. فاصوليا حمراء لونة، الاثنين حبة 10 ريال بدلا من 12 ريال، واحدة 380 جرام. في كمان فاصوليا حمراء باندا، 2 زائد 1 مجانا بدلا من 13.5 9 ريال، اللي هي باسم باندا. عروض الفاصوليا الحمراء او الفاصوليا المطبوخة. عروض الهيل في باندا، عروض الهيل، في هيل حب كامل عافية 500 جرام، نازل من 90 ل 77 ريال، 77 ريال. في انواع كتيرة جدا من الهيل هنا، في هيل تاكتات ولا هيل الجميل، هيل الجميل 250 جرام، نازل من 43 ل 25 ريال، ده خصم كبير جدا، 250 جرام 25 بدلا من 43 اللي هو الجميل. في كمان نيرو، نيرو اللي هو 500 جرام درجة 2، نازل من 100 ل 80، يعني تخفيض 20 ريال. كمان هيل درجة 1 نيرو 250 جرام، نازل من 50 ل 39 ريال. كمان هنا في تاكتات، تاكتات نص كيلو، نازل من 100 ل 70، من 100 ل 70 اللي هو تاكتات نص كيلو. كمان في هنا برضو هيل المهباج امبريال 220 جرام، نازل من 40 ل 27 ريال، 27 ريال. ديت عروض الهيل في باندا هذا الاسبوع. عروض باندا هذا الاسبوع عرض على اليوسفي الجنوب افريقي، شايفين نسبه الخصم، يعني توفير 5 ريال، نازل من 9 ريال ل 4 ريال، توفير 5 ريال. اليوسفي الجنوب افريقي شكله كده برضو ناس واخده منه كتير، من اقوى عروض هذا الاسبوع في كل فروع باندا. كمان من العروض القوية جدا في باندا هذا الاسبوع عرض على العنب الابيض العلبة، عرض على العنب الابيض العلبة، نازل ب 2 ريال 95 هللة بدلا من 7 ريال، يعني توفير 4 ريال. عنب ابيض محلي يعني سعودي او مصري، العلبة ب 2 ريال 95 هللة. كمان نازل عرض حلو هنا على الشمام الحلو، شمام محلي سعودي ب 2 ريال 95 هللة او 3 ريال الكيلو،
الكيلو ب2 ريال 95 هرلة او 3 ريال. شمام سعودي محلي. كمان من العروض الحلوة في بند هذا الاسبوع البطيخ المدور، بطيخ سعودي مدور 2 ريال 95 هرلة الكيلو، من احلى الحاجات اللي ممكن تستمتع بيها في الصيف البطيخ. هنا الكيلو ب2 ريال 95 هرلة، البطيخ المدور او الطويل هو نفس السعر 2 ريال 95 هرلة. المانجا في بندا كل انواع المانجا هنا، مانجا مصرية، نعومي، تيمور، مانجا عويس، مانجا زبدية، مانجا تومي، صدف، كلها الكيلو ب7 ريال 95 هرلة وكلها نوع مصري. في مانجا مصري سكري بس هي اللي ب10 ريال، الباقي كله ب7 ريال 95 هرلة. المانجا في باندا الكيلو ب8 ريال، مانجا مصرية، مانجا مصرية.